أرتيكل 19 نحن لا ندعو إلى وضع قوانين صارمة للفضاء الرقمي. أولا كنا من الداعين إلى إلغاء القانون ديال 22 اللي جاء مشروع القانون 22، كنا من أول الداعين قبل أن يتم النقاش والتداول حوله بالشبكات التواصل الاجتماعي آنذاك اللي كانت مازال كوفيد. إذن نحن ما ندعو إليه وأنه هناك إشكالات تمس الحياة الشخصية واحد، وعنا الشكايات وثبتناها، عنا إشكاليات ديال المس ولا التحريض على العنف على الكراهية. شخصيا كنت موضوع ديال هاد الكراهية والتحريض على العنف ضدي يعني بشكل صريح، لكن لم أخذ بعين الاعتبار لأنه نعتبر أن هذاك التهريج، ما لكن أنا اعتبرته تهريج، لكن واحد آخر يمكن يقول له لا هذا مس بالتحريض على العنف ضدي. إذا لابد من ضوابط أخلاقية، نقول بأنه ضوابط ونظم أخلاقية تهم النشر. هذا الموضوع ديال الضوابط ونظم أخلاقية هل قانونية؟ يمكن يكون جزء فيه فيما يتعلق بها في التحريض على العنف، لأن هذا واضح أن حرية التعبير والرأي هي من الحريات المقيدة حتى على المستوى الدولي، وبالتالي كذلك التقييد هو دقيق جدا. إذا نظم أخلاقية أولا. ثانيا هي النسبية والضرورة، هل في كل الحالات سيتم المتابعة القانونية أو القضائية للصحفيين أو للمدونين؟ لا، لأنه لا بد من إعمال التناسب والنسبية والضروري. هل من الضروري المتابعة القانونية؟ أحيانا لا تكون من الضرورة لأنه لا تصل إلى الحد ديال الدعوة إلى القتل أو الدعوة إلى المس بالسلامة الجسمانية، وبالتالي هذا التقدير هو الذي ندعو إليه من طرف القضاة. يعني في كل دول العالم، يعني في الولايات المتحدة كاين فايت وورد فايت، يعني الكلمات القاتلة، لما كيقول شي واحد شي كلمة هذا خصنا نقتلوه، هنا كيتعتقل وكيتحاكم في الولايات المتحدة. لكن وإذا قال لا هذا ما صلاحش وهذا ماشي مزيان، بالنسبة لهم سي غير. إذا هذه التناسب اللي خصنا نفتشوا عليها هي اللي كنقولوا دورها بعدا بنظم الأخلاق. من يقوم بهذه نظم الأخلاق والضوابط؟ هناك أولا الصحفيين أنفسهم، مجموعات ديالهم، عندنا الناشرين، عندنا الصحفيين، عندنا الناس ديال الويب الان، عندنا. اذا هذه كلها اشكالات جديده ما نسميها نحن بالقضايا الناشئه، واللي كتجعلنا في وضع ليس مريحا من حيث تثبيت الحقوق المدنيه والسياسيه، وخاصه فيما يخص حقوق الراي والتعبير. فاذا هذا الموضوع هو الذي اشرنا اليه فيما يخص النظم. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.